مشاهدين ومتابعين قناة GIS فوروي، يرحب بكم في الدرس التاسع من المرحلة الأولى لتعلم RGS بثلاثة مراحل. بداية راح يتم رسم طبقة القطع وطبقة الشوارع. عندنا طبقة الأحواض يتم نسخها ولصقها إلى طبقة البارسل، وبعدها سيتم فرز القطع عن الشوارع. نفعل الستارت إديتينج، نعمل سلكت للحوض الأول، نعمل له كوبي. نقدر من هون نعمل كوبي أو زي الطرق السابقة من هون كوبي بيست على البارسل، نعمل سيمبل للقطع، نخفي طبقة البلوك، نعمل سيف إديت. بداية أعزائي المشاهدين والمتابعين، سيتم رسم الشوارع وعمل بفر حسب عرض الشارع لتسهيل رسم القطع ولإخراج شكل القطع والشوارع بشكل منتظم يشبه المسح الميداني ومخططات الأحواض وبالشكل التالي. أولا نضيف تصنيف للشوارع كما تعلمنا سابقا في درس الدومين والسب تايبس. أولا نضيف حقل خاص بالتصنيف وبن attribute table add field وليكن subtype. بعدها نذهب على layer roads properties قائمة subtypes، اختار اسم الحقل. بعدها نبدأ بالترقيم. عندنا شارع رقم 1 وهي الشوارع التي عرضها أكثر من 16 متر، نسميها شارع ألف. رقم 2 شوارع من صنف باء وهي التي عرضها من 8 متر حتى 16 متر، شوارع جيم عرضها أقل من 8 متر وتسمى ممر أو شارع مستمر. رقم 4 شوارع دال وهي الشوارع التي عرضها أقل من 8 متر لكن مغلقة. وآخر شارع أو آخر صنف من الشوارع والطرق هاء مقصود فيها الأدراج. أبلاي أوكي، نعمل ريموف لطبقة الرود، نعاود نضيفها. ظهر عنا الشوارع ألف وباء وجي ودال وهاء. نفعل الستار إديتينج. عنا أول شارع راح نرسمه عرضه 16 متر، يعني نعتبره 16 متر. نبلش الشارع، بيبدأ الشارع من النقطة هاي، نختار طول الخط 8 متر. نبدأ بالرسم. لا يفضل استخدام هاي الأداة لرسم الفيرتكس الخاصة بالزوايا والكيرف، لأنه لما نعمل بفر راح يظهر عندنا كتير نقاط فيرتكس في الرسم. نراعي بالرسم أنه يكون الشارع في الوسط. عندنا هون المنطقة أكثر من 16 متر. انتهينا من الرسم، نعمل سيف إديت. بعد انتهينا من رسم أول شارع، نضيف لاير اسمها رودز بوليجون من نوع بوليجون. نعمل سيلكت
لهذا الشارع. نحذف الزائد، تمام. نعمل بفر 8 متر، 8 على اليمين 8 على الشمال، هي 16 متر اللي هو عرض الشارع. أما في حال رسمنا شارع كيرف أو بزاوية معينة وعملنا له بفر، وعملنا شفنا النقاط الفيرتكس الموجودة، نلاحظ كثير في نقاط فيرتكس. أما لما نرسم بشكل نقط بشكل نقط بكون عندنا نقاط الفيرتكس قليلة نوعا ما. يعني هون في عنا نقطة وهون نقطة، لذلك يفضل الرسم بدون استخدام هاي الأداة. نكمل باقي الشوارع بالشكل التالي. تمام، 8 متر، تمام. أي شارع بيتم عمله بفر مباشرة نظبط الرسمة. بهاي الطريقة طبعا المناطق اللي هون كله راح يتم تعديلها ورسمها. عند تفعيل طبقة البارسل نلاحظ هون في عنا اوفرلاب بين الشوارع من نوع بوليجون وبين البارسل. عشان نتجنب هاي الاوفرلاب مباشرة نعمل سيليكت فقط للبفر او للرودس بوليجون، نفعل بعديها طبقة البارسل ونعمل كليب. لما نعمل كليب اوكي مباشرة بيتم اقتطاع الشارع من طبقة البارسل. ممكن يظهر عنا أخطاء فنية صغيرة مثل هدول، كله بيتم تعديله. ملاحظة مهمة عند رسم الشارع أو عند اختيار النقاط للرسم، مجرد ما ضغطنا أول ضغطة نقدر نكبس على زر التاب من لوحة المفاتيح، يظهر عنا هدول الأدوات اللي بيساعدونا في الرسم. الشارع الثاني عرضه 10 متر، نعتبره فليكن 10 متر. باستخدام أداة التريس نقدر نعدل. طبقة البارسل ما بلزم نعملها سيلكت، نقدر من خيار
موجود هون انه نشيل السيلكت عن بارسلز. نهاية الدرس التاسع من تعلم ArcGIS بثلاثة مراحل، نكمل باقي الرسم في الدرس العاشر، وشكرا على المشاهدة. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على ArcGIS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.